كل عام وأنتم بألف خير، وينعاد عليكم إن شاء الله، والعام القادم يكون رمضان بدون جائحة وبدون كورونا. العام الماضي كان في كورونا وما زالت. لهذا السبب نوصي الجميع بالحفاظ على التباعد الاجتماعي حتى تبتعد عنا أيضا الكورونا والجائحة بحول الله. لا تنسوا أنه في رمضان دائما الإنسان لا يحتاج فقط إلى مأكل ومأكل ومأكل، نحن أيضا نحتاج إلى مشرب ومشرب ومشرب، وبالتالي نحن بحاجة إلى السوائل بصورة دائمة، مش أقل من لترين يوميا سوائل من مختلف أنواع السوائل، المية والشربات والعصيرات وما خلافه.